كنركز على المشروع ديال الحلال اللي هو عملنا دجاج شاورما. المره الاولى عانينا شويه ظروف لان حسب عندنا منافسه قويه في هذه المدينه هذه اخص الاتراك، لكن الحمد لله بحكم المذاق والمغربي والذوق المغربي تجاوزنا هذه المرحله هذه هي ومرينا الحمد لله نجحنا المشروع. كنشتغل انا والزوجه ديالي في هذه المدينه وعندنا النسبه ديال الشغل العمل ديالنا كنشتغل الحمد لله مع الناس الماليزيين مع المغاربه اللي كيجيو من فرنسا كيجيو من المغرب كيجيو من اسبانيا مدينه غرناطه على حسب قصر الحمراء والحمد لله كيقلبوا على الحلال وحنا عندنا الحلال يعني 100%. مشينا للشركه ديال الدجاج حضرنا على الذبح فيها الاخ مغربي اكدنا انه الذبح حلال والحمد لله هذا اللي جعلنا نرتاحوا في الشريعه الاسلاميه في الدين ديالنا وكل وليدات ديالنا والمسلمين الثقه الكامله في التجاره والحمد لله ولله الحمد. الانسان انت كتعرف كيجي الفرج من عند الله. جبرنا الخدمه الاولى خدمنا فيها خدمنا مع واحد فرانكيسيا اليمانا وبديت خدام معاهم. من بعد تنقلت من هذا المحل هذا وخدمت محلات اخرين من قبل بكثير ولكن الحمد لله ان هنا كيخلصوا مزيان وخدم مزيان والحمد لله بخير.